لكن هنحاول نفهم اكتر واحنا بنبارك للفنان الكبير الاستاذ ياسر جلال. الف مبروك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا استاذ اسامه، ومساء الخير على حضرتك، واسمح لي احييك في البدايه لاني انا من معجبينك. الله يعني يخليك، شرف من ليا. زمان جدا، ايام بقى ماسبيرو، انت قامه اعلاميه كبيره، ويمكن اول مره انا اعمل مداخله مع حضرتك. صحيح، شرف ليا. وحقيقي انا ليا الشرف. انا متشرف، وعايز يعني بما اننا نتكلم بقى على الباك لوج بتاع النجاحات، عايز اهنيك على نجاحاتك في السنوات السابقه، وانا متوقع من اللي انا شايفه من البرومو نجاح يعني يمكن يفوق ما حدث في الاعوام الماضيه. وطبعا في البدايه طبعا انا بقول الحمد لله والشكر لله على نعمه النجاح، والحمد لله ان احنا يعني ربنا قدرنا، ويعني قدرنا ان احنا ننجز المسلسل ده على خير. احنا ما زلنا بنصور يعني، بس انا عايز اقول حاجه، ان طبعا انا بشكر المتحده انها في البدايه تحمست لهذا العمل، ومن يعني وقدامها بقى الاستاذ محمد السعدي منتج، الاستاذ تامر مرتضى اللي فعلا يعني عملوا كل اللي يقدروا عليه، ومعانا مخرج كبير جدا جدا هو الاستاذ اسلام خيري، رجل محترم ومهذب وراقي، وفعلا انا ما شفتش في حياتي مخرج مجتهد الى هذا الحد. وانا بقول ان هذا المسلسل يعني اعاده اكتشاف للاستاذ اسلام خيري، وان شاء الله هو هيبقى مفاجاه رمضان هذا العام. وطبعا تحيه كبيره للكاتب الاستاذ انور عبد المغيث، لان هو طبعا مش اي حد يقدر يكتب تراث، وخصوصا الف ليله وليله، فانا النص ان شاء الله هيبقى مفاجاه بالنسبه للناس. وعايز اقول بقى تاني طبعا ان في تضحيات كبيره جدا من كل الاقسام الفنيه في العمل في هذا المسلسل، يعني ازاي تضحيات على كافه المستويات علشان العمل ده يطلع زي ما حضرتك شايفه كده، اللي هو البرومو، وان شاء الله المسلسل الاكبر من البرومو. يعني البرومو ظلم اكيد، في حاجات مهمه جدا، وجميع يعني قسم الديكور الباشمهندس احمد فايز، الاستاذه منى التونسي الستايلست، الاستاذ تيمور مدير التصوير، يعني مش عايز انسى يعني كل الاستاذ تامر مرتضى جرافيك وشركه اروما، كل الناس دي بتبذل اقصى جهد علشان تشرف المتحده رغم الصعاب ورغم الظروف الصعبه، علشان نقدم مسلسل يليق بمصر ويليق بالمتحده. هو انا بمعرفتي بالاستاذ تامر مرتضى وهو عشره عمر طويل، عارف ان ده كان حلم كبير قوي موجود عنده يمكن بقاله 15 سنة على الأقل، انه يدخل هذا العالم بهذه القوة، وهو امكانياته ده حقيقي تسمح بده النهاردة. لا وبعدين الأستاذ تامر مرتضى جازز جامد في المسلسل ده، جازز قوي يعني زي فعلا. طيب يعني اللي أنا بس عايز أقوله ان النهاردة طبعا المشاهد العادي هيبقى مش قادر يميز بين ما هو ديكور وما هو مخلوق على الكمبيوتر، بحيث ان وده المطلوب، ان احنا ما نحسش الفارق ما بين ده وما بين ده. احساس حضرتك بالفارق وانت بقى شغال، يعني انت في اوقات بتبقى شغال على الديكور العظيم، واوقات بتبقى شغال على شاشه خضراء والله اعلم ايه اللي هيطلع منها. ده حقيقي يعني انا بس ايه، هو طبعا الجرافيكس طبعا تامر مرتضى عامل شغل عظيم، ولكن احنا برضو لما يكون عندنا مهندس ديكور بحجم الاستاذ احمد فايز، ما هو تامر لازم يبقى فيه بيز، فيه اساس يقدر ان هو يكمل عليه. طبعا فطبعا الاستاذ احمد فايز عامل حاجه بجد مبهره، يعني شيء بجد مبهر. فبيجي الاستاذ تامر مرتضى بقى ايه، يعني شوف في مباراه بصراحه ما بين كل الاقسام الفنيه، ما بين الممثلين، وانا مش عايز اذكر طبعا في كوكبه كبيره من النجمات والنجوم والاساتذه والشباب، انا بتشرف ان انا موجود في وسطيهم، لان انا عايز برضو اسجل حاجه مهمه جدا، ان المسلسلات اللي من النوع دي ما بتبقاش مسلسلات نجوم او ممثلين، ده مسلسل الفريق كله. صحيح. وتحديدا عشان اكون واضح، مسلسل مخرج، مسلسل منتج، الاقسام الفنيه فيه، هو ده مسلسلنا كلنا، يعني احنا كلنا شركاء في هذا العمل، كلنا ابطاله، لان احنا كلنا صناعه. فطبعا انا في احيانا لما باجي اتفرج بقى على الشغل، لما زي حضرتك قلت كده انا بواقف ورايا جرين سكرين وكده، بتفاجئ يعني، بتفاجئ كده زي حضرتك، وببقى مستمتع وسعيد جدا. بتبقى شايف حضرتك قدامك على الشاشه الخلفيه تبقى عامله ازاي، ولا ده بعد ما تخلص وتمشي وبعدها باسابيع ممكن تعرف الخلفيه كان شكلها عامل ازاي في الاخر؟ بالظبط، بعدها باسابيع بشوف الخلفيه كان شكلها عامل ازاي.
يعني ساعات بقى الاستاذ اسلام خيري يغششني حاجه يقول لي بص انا بعمل كده، استاذ تامر مرتضى يروح مفرجني حاجه. ولكن ارجع واقول برضو يعني انا بعتبر ان القائد بقى لهذا العمل كله الاستاذ محمد السعدي. يعني استاذ محمد السعدي ده يعني انا ما في مره طلبته في التليفون الا ورد عليا، حتى لو عنده ميتنج مهم يقول ياسر انا عندي ميتنج 10 دقايق واكلمه، وبالفعل 10 دقايق ويطلبني، لكن ما في مره كلمته لازم يرد، مهتم بادق التفاصيل. يعني انت عارف دي تركيبته فعلا، سعدي مخرج هي تركيبته كده فعلا يعني جدا، وبيفهم في كل حاجه وهو شاطر جدا، وكان متحمس للنص ده من بدايته، وفعلا هو يعني واقف في ظهرنا تماما، يعني بنطلب اي حاجه هو بيعملها، وساعات كمان بيقول رايه فنيا، رايه في اداء، مثلا يجي مثلا وانا بمثل يقول لي لا يا ياسر المشهد ده انت ممكن ايه حاسك لو عملت كذا يبقى احسن. انا باخد فعلا بنصيحته وبيطلع هو رايه الاصوب في النهايه. يعني طب عايز اسال حضرتك، يعني مسلسل زي جودر ده يتخاف منه ساعه ما تكون بتاخد القرار، لان ده ما هوش الاختيار، يعني الاختيار بتبقى ضامن الشعبيه والنجاح بنسبه 80% من قبل ما تحط رجلك جوه الشغل، لكن ده النهارده ده انا في الاختيار كنت مرعوب يا استاذ. معلش عشان خاطر انت حضرتك عارف ان انت شايل مهمه تقيله. لكن طبعا. لكن النهارده مثل هذه الاعمال بتبقى لانها بتقارن، مش هتقارن بحاجه معموله جوه مصر ولا في المنطقه العربيه. المقارنه هتبقى بالعالمي من مثل هذه الاعمال اللي بالزبط. فيها المجموعات وفيها الديكورات وفيها السي جي وفيها كل الكلام ده كله والامكانيات عامله ازاي، فالمقارنه مش مجرد على مستوى ان احنا هنقعد نتفرج عليك بعد الفطار الساعه كذا ونشوفك وخلاص، لا ده انت هتقعد في مقارنات الزمان والمكان فتره طويله قوي. ده اكيد. ما انا بقول لحضرتك بقى، ما دي بقى التضحيات اللي انا بتكلم عليها. يعني معنى ايه؟ عمل زي ده لما تيجي تعمله بره بيتكلف مليار، لكن احنا عاملينه المتحده رصده ميزانيه محترمه للعمل، ولكن حجم المجهود واللي على الشاشه والتضحيات اللي كل العاملين في العمل عاملينها بحب، عاملينها علشان مصر، علشان المتحد، علشان مصر، قصدي ايه اللي هي الدراما المصريه طبعا، ان يبقى طالع من عندنا حاجه بهذا المستوى نسبق بيها برضو عشرات الاميال للناس اللي بتحاول تحصلنا. مش كده؟ يعني حلوه مين دي؟ عجباني، عجبتني اللي انت قلتها دي. لا انا امدي لان انا ما سمعتش قوي، كان جاي لي ويتنج فما بركتش. انا بقول لحضرتك ان انت النهارده وانت بتجري بهذا العمل تسبق، عشان خاطر في ناس بتحاول تحصلك في اللي انت عملته على مدار عشرات السنين في السينما في مصر، ان ده ممكن ياخدك لمرحله ما بعد ذلك لو اتنفذ بالشكل اللي انت حضرتك مقتنع بيه وبالشكل اللي فريق العمل اللي حضرتك اتكلمت عنه بكل هذا الحب والاحترام بيقدموه. ده حقيقي، لان هو احنا كان انا في البدايه اللي كان انا كنت في بدايه المشروع كنت متخوف جدا، لان انا كنت عايز يبقى مكفول له جميع عناصر النجاح وعوامل النجاح. وده اللي بصراحه ضمنه لي الاستاذ سعدي والاستاذ تامر مرتضى ومعاهم طبعا الاستاذ اسلام خيري. وفي نفس الوقت احنا هنا كل هو انا يعني احنا القضيه هنا عندنا ان احنا عندنا نص جيد جدا، يعني المسلسل استاذ انور عبد المويس كاتبه في منتهى الجمال، نص قوي. يعني احنا مش بنعتمد بس ان احنا عاملين جرافيكس حلو وان استاذ تامر مرتضى عامل، لا يعني احنا كل حاجه على حسب المقادير، كل حاجه لان هو الفن على راي استاذنا الاستاذ نبيل الالفي مقادير، كل حاجه من لو زاد مقدار من المقادير باظت الطبخه. فاحنا الدراما ليها وضعها ومكانها، لان الدراما عندنا مكتوبه بشكل جيد جدا. احنا عندنا كذا، انا هدي اسمح لي لو ادي لحضرتك فكره عن المسلسل عشان الناس تبقى فاهمه هي هتتابع ايه. يا ريت. طيب احنا بنتكلم هنا ان في حكيم مصري اسمه الحكيم الشمرد. ليه انا بقول ده؟ لان الناس كلها هتجري على كتاب الف ليله تفتحه وتدور على حدوته جودر بن عمر المصري. لا، احنا حدوته جودر احنا واخدين منها عظم، ولكن الاستاذ انور المويس المؤلف هنا براعته فيه ان هو مغير في احداث الحدوته ومطور فيها ومدخل كمان مدفر فيها حكايتين، وفي نفس الوقت كمان مبدل في الاسامي لخدمه رؤيته الدراميه. فاحنا هنا بنتكلم على حكيم مصري اسمه الحكيم الشمردل، افنى عمره في دراسه العلوم
وتوصل لأربع كنوز، أربع ذخائر اللي يملكهم ملك اتحكم في العالم كله. الكنوز الأربعة دول عشان هو لما كبر وعجز خاف يموت، فالكنوز دي تقع في ايدين قوى شريرة تسيء استخدامه. حرك معايا؟ معاك معاك جدا. ابتديت تفكرني شوية بتوم ريدر، فانا سرحان معاك شوية. فعمل رصد على اسم عشوائي، يعني هو جاب حروف الهجاء واختار اسم من حروف الهجاء، فطلع معاه جيم واو جودر. وفي منزلة قمرية معينة لازم اسمه اسم والدته يكون اسمها فاطمة، واسم والده يكون اسم عمر ومن مصر. وهنا طبعا الناس لما تشوف المسلسل هتعرف ليه هو عمر ومن مصر والكلام ده. ففي لحظة، في لحظة تاريخية فارقة بيتولد جودر. بيتولد وابوه بيسميه جودر، انا هذا هنعرف هو سماه ليه جودر لما تشوف الحلقة الاولى ان شاء الله. وبتبتدي فيه قوة شريرة بتحاول انها من طفولته تسيطر عليه، تخطفه علشان تفتح كهف الحكيم الشمردل وتحصل على الكنوز. وفي قوة خيرة بتحميه. انت بقى في الصراع ده في المسلسل، وفي صراع اخر داخل اسرة جودر نفسه من اخواته سالم مسلم. فطبعا المسلسل ده بيدي المسلسل غنى. عندنا بقى شهريار، شهرزاد بتحكي له الحدوتة. عندنا احنا مسلسلين او حدوتتين بالتوازي، حدوتة شهرزاد وشهريار وحدوتة جودر. شهرزاد وهي بتحكي لشهريار الحدوتة بيتخيل نفسه جودر، وبتبتدي اخلاق جودر تنعكس على شخصية شهريار. يعني انت حضرتك بتجسد شخصية شهريار وبتجسد شخصية جودر. هو المسلسل مبني على كده، ان هو بتحكي له الحدوتة فبيتخيل نفسه هو بطل الحدوتة، وبتدي اخلاق بطل الحدوتة تنعكس عليه. واخلاق بطل الحدوتة دي اخلاق كويسة ولا ايه؟ واحنا حظنا بقى، انا مش عايز كفايه اللي انا قلته لحضرتك على فكره. لا جميل، يعني انا كنت خايف اسالك على اي حاجه من دول اكون بحرق المسلسل، فانا بشكرك ان انت قدمته بطريقه زودت لنا السسبنس عشان نتفرج على المسلسل من غير ما تحرق الاحداث بتاعه. انت فنان طبعا في كل حاجه بما فيها هذا السرد. يعني متشكر يا فندم، متشكر جدا. انا اتمنى ان تيجي فرصه قريب والتقي بيك وبارك لك وانقل لك نبض الشارع اللي انت اكيد هتحسه وتشوفه، لكن اتمنى نلتقي. ربنا يخليك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. متشكر يا استاذ، وبالتوفيق لحضرتك ولكل فريق العمل. متشكر يا فندم، الف شكر. خالص الشكر والتقدير للفنان ياسر جلال بنجاحاته السابقة، بنجاح مختلف إن شاء الله يتحقق له مع فريق العمل.